لو تجيك فرصة في يوم الأيام أنك تقابل رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد ويقول لك اشكيلي من حاجة، من شنو تشكيله؟ نشكيله من الترانسبور. حتى كان فما فرصة باش تقابله سيما مش باش يعرضك. لا بالحق شنو نشكيله؟ لا نشكيله على الثقافة معنا، لازمنا نزيد ونثقف أكثر ونزيد ونتحلو أكثر. أنت المثقفين في تونس يعني شوية معنا، فهمت؟ زيد ونخدمه معناتها. نحن بلاد ايش نقول لك، نحن 10 ملايين ولا 12 مليون ولا قديه، فهمت؟ يعني كنا نجم نكونوا احسن بلاد في افريقيا وفي العالم العربي معناتها.